زيلينسكي يدعو الغرب لتقديم مزيد من الدفاعات الجوية لبلاده، والجيش الأوكراني يعلن تحرير 600 منطقة. موسكو تتهم واشنطن بتجاهل المخاوف الأمنية لروسيا وأنها تسعى لتفوق عسكري استراتيجي. بيونغ يانغ تطلق صاروخا فلسطينيا جديدا نحو البحر الشرقي، وسول تفرض عقوبات على جارتها الشمالية. العاشرة صباحاً، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم، والبداية مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. ناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مجددا الدول الغربية للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية لبلاده، وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ليس لديها إلا نحو 10% مما تحتاجه من الدفاعات الجوية، وأنها في حاجة لتلك الأنظمة للدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الروسية. قال المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية إنه تم تدمير 4 مواقع دفاع جوي روسية و3 مناطق للقوى العاملة والأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى 3 مواقع قيادة للجيش 35 الروسي في الجنوب. وأضاف المتحدث أن القوات الروسية استهدفت بغارات جوية مواقع المدافعين الأوكرانيين في منطقة دافيديف بريد بالجنوب بطائرة مروحية وطائرة هجومية. يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تمكنت في غضون شهر من استعادة أكثر من 600 منطقة من القوات الروسية، من بينها 75 في منطقة خيرسون. قالت بريطانيا إن قوات مدعومة من روسيا حققت تقدما تكتيكيا خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو وسط بلدة باخموت الاستراتيجية في منطقة دونياتسك شرقية أوكرانيا، ومن المرجح أن تتوغل في القرى جنوبية البلدة. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة استخباراتية أن المجموعة العسكرية الخاصة المعروفة باسم مجموعة فاغنر من المرجح أن تظل مشاركة بكثافة بالقتال في باخموت. وقالت الوزارة إن روسيا واصلت عملياتها الهجومية في وسط منطقة دونباس وتحقق تقدما بطيئا للغاية. أعلنت السلطات الأوكرانية أن قصفا صاروخي روسيا استهدف مدينة زابوريجيا الواقعة جنوب البلاد، وأضافت السلطات أن القصف تسبب في إحداث خسائر مادية بالمدينة، ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك ضحايا جراء القصف أم لا. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف واشنطن بأنها لا تريد أن تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا وتسعى لتفوق عسكري استراتيجي. وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة ليست قادرة على التفاوض، وإنها بالتعاون مع حلفائها الغربيين تدفع أوكرانيا بشكل مباشر لشن عمليات عسكرية على الأراضي الروسية. حذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي من مخاطر وقوع حرب نووية، قائلا إن قرار الجمعية العامة إدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانية يؤكد أهمية القانون الدولي ويمثل في الوقت نفسه دعوة إلى الخيار الدبلوماسي. وقال المسؤول الأممي إن القرار يعيد التأكيد لأهمية ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ومبدأ عدم السيطرة بالقوة على أي جزء من دولة جارة وضم أراضيها، كما يوجه رسالة قوية بأن أي سيطرة على الأرض بقوة السلاح لا يمكن أن تكون مقبولة.
علقت عمليات القطارات في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالقرب من نوفو أوسكول، وهي بلدة في الإقليم المتاخم لأوكرانيا، بعد سقوط شظايا صاروخ بالقرب من خط السكك الحديدية. وقال حاكم إقليم بيلغورد الروسي إن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطت صواريخ بالقرب من البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 18,000 نسمة، وتقع على بعد 90 كيلومترا شمالي الحدود مع أوكرانيا، مضيفا أن أضرارا لحقت بخطوط الكهرباء، وتم تعليق خدمات القطارات مؤقتا من دون وقوع أي إصابات بشرية. قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي إن مينسك تدرس اتخاذ تدابير انتقامية صارمة لنشر الترسانات النووية على أراضي بولندا والدول المجاورة الأخرى. وقال ماكي إنه إذا تم نشر الأسلحة النووية بالفعل على أراضي البلدان المجاورة لبلاده فيمكن اتخاذ خطوات أكثر صرامة، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد أي شيء في الوقت الحاضر. وكان الرئيس البولندي أندري دودا قال مؤخرا إن غياب الأسلحة النووية في بلاده يمثل مشكلة، وإن مسألة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا مفتوحة. في موعد نهاية الاتفاق المبرم لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا برعاية أممية، تعود مخاوف من عودة أزمة الحبوب العالمية إلى المربع الأول. المزيد نتابعه في التقرير التالي. مخاوف متجددة من عودة أزمة الحبوب العالمية إلى المربع الأول مع اقتراب موعد نهاية الاتفاق المبرم لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا برعاية أممية. الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في يوليو الماضي مهد الطريق أمام أوكرانيا لاستئناف تصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود، والتي كانت مغلقة منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بينما حصلت موسكو بموجبه على ضمانات لتصدير منتجاتها من الحبوب والأسمدة، بما ساعد على تقليل أزمة الغذاء العالمية. متغير جديد ظهر على السطح مع تصريحات سفير روسيا لدى الأمم المتحدة بأن بلاده بعثت برسالة للمنظمة الأممية تشرح مآخذها على اتفاق تصدير الحبوب، مبدية استعدادها لرفض تجديده الشهر المقبل ما لم تلب مطالبها. السفير الروسي قال إنه إذا لم ترى موسكو شيئاً يحدث لصالحها في الاتفاق فإنها ستضطر إلى النظر للأمر بطريقة مختلفة، مشيراً إلى أن بلاده ليست ضد توصيل شحنات الحبوب، لكن يجب أن يحقق هذا الاتفاق المساواة ويكون عادلاً وتنفذه كل الأطراف بإنصاف على حد قوله. من جانبه أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة ستظل على تواصل مستمر مع المسؤولين الروس والمسؤولين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة من أجل إزالة العقبات المتبقية أمام تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، مضيفاً أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ملتزم بتلك الجهود وبوجود مبادرة موسعة وممتدة لتصدير الحبوب من البحر الأسود. وكانت الأمم المتحدة قد طالبت في وقت سابق بتمديد اتفاقية تصدير الحبوب والتي ينتهي العمل بها في 19 من نوفمبر المقبل لعام واحد من أجل ضمان استقرار أسعار الغذاء عالمياً. ويرى خبراء أنه حال فشل استمرار الاتفاق فإن ملايين الأشخاص سيدخلون تحت خط الفقر أو في مجاعة فعلية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الغذاء ومعدلات التضخم عالمياً، بجانب توسيع مساحة التوترات الجيوسياسية بين الدول ونشوب قلاقل اجتماعية بداخلها.
تواصل القارة الأوروبية اتخاذ إجراءات استثنائية للتغلب على توقف شحنات الغاز الروسي، حيث بدأت فرنسا لأول مرة في إرسال الغاز الطبيعي بشكل مباشر إلى ألمانيا، بينما قالت إسبانيا إنها مستعدة لزيادة كمية الغاز الطبيعي المصدرة إلى فرنسا إلى ما يعادل 3.5 مليار متر مكعب سنويا. المزيد في التقرير التالي. بات فصل الشتاء على الأبواب، ومعه تواصل القارة الأوروبية اتخاذ إجراءات استثنائية للتغلب على توقف شحنات الغاز الروسي التي تبدو عودتها أمراً مستحيلاً، خاصة بعد الانفجارات التي شهدتها خطوط الغاز الروسية. وفي إطار التضامن الأوروبي، بدأت فرنسا لأول مرة في إرسال الغاز بشكل مباشر إلى ألمانيا، وذلك تنفيذاً لاتفاق المبادلة الذي أبرم في 5 سبتمبر الماضي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز. وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه أكبر دولتين في منطقة اليورو، تعهدت فرنسا بتزويد ألمانيا بالغاز على أن تحصل في المقابل على الكهرباء عند الحاجة، بعد أن تراجع إنتاج باريس الكهربائي من الطاقة النووية إلى مستويات متدنية. من جانبها، قالت إسبانيا إنها مستعدة لزيادة كميات الغاز الطبيعي المصدرة إلى فرنسا إلى ما يعادل 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل، مقابل حوالي 2 مليار متر مكعب حالياً. وبينما ترى موسكو أن أوروبا ستكون محرومة من استيراد الغاز الروسي غير المكلف والحصول في المقابل على احتياجاتها بأسعار أعلى من الولايات المتحدة، فإن أوروبا تواصل النقاش حول سبل تحديد سقف لأسعار الغاز. وتقدمت 5 دول أوروبية بطلب مشترك للمفوضية الأوروبية لاستكشاف خيارات لتحديد سقف لأسعار الغاز المتصاعدة واقتراح حلول محتملة في مسعى لكبح أسعار الطاقة المتزايدة. ويريد الوزراء أن يفحص الاتحاد الأوروبي سقفاً لأسعار الغاز بالجملة وآلية منفصلة لمطابقة العرض والطلب عندما يتم تجاوز سقف السعر هذا من خلال معاملات ومناقصات خارج السوق. كانت أوروبا قد استطاعت تكوين مخزون كبير من الغاز الطبيعي خلال الشهور الماضية اعتماداً على مصادر بديلة للغاز الروسي، حتى باتت مستودعات الغاز الطبيعي في القارة العجوز ممتلئة بنحو 91.5%، وهو أعلى معدل لملء المستودعات في 10 سنوات. ومن المنتظر وصول نسبة الملء مع بداية نوفمبر المقبل إلى 95%، وهو رقم لم يتم تسجيله سوى في 2 فقط طوال 10 سنوات مضت. قال وزير الطاقة اليوناني إن أثينا وأربع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تقدمت بطلب مشترك للمفوضية الأوروبية لاستكشاف خيارين لتحديد سقف لأسعار الغاز المتصاعدة واقتراح حلول محتملة في مسعى لكبح أسعار الطاقة المتزايدة. وفي خطاب موجه إلى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اقترح وزراء الطاقة في اليونان وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وبولندا تعديل الإشارات إلى سعر الغاز في العقود من خلال إجراء قانوني أو تنظيمي من الاتحاد الأوروبي. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة بفعل السحب من الاحتياطيات، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير. وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 9,900,000 برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 439,100,000 برميل، بينما تراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.4% نقطة مئوية على مدار الأسبوع.
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن مخاطر الركود الاقتصادي بالنسبة للعديد من البلدان آخذة في الارتفاع. المزيد عن التحذيرات والتوقعات الاقتصادية لمديرة صندوق النقد نستعرضها في سياق العرض التالي مع زميلة حور محمد. أهلا بكم. هيمنت على جدول أعمال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين عشرات البنود، والتي من بينها تغير المناخ والأمن الغذائي ومشكلات عالمية أخرى، بعضها عن التضخم والتجارة إلى الشمول الاقتصادي والعملات الرقمية. ورغم هذا الجدول المتخم، لم تظهر جائحة فيروس كورونا بقوة رغم كونها أزمة لا تتكرر كثيرا، وأودت بحياة ما يقدر بنحو 6,500,000 شخص منذ أواخر عام 2019، ناهيك عن أن الوباء سلط الضوء على نقاط الضعف في كيفية تنظيم الاقتصاد العالمي. ولكن مع انشغال العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وصدمات أسعار السلع الأساسية والركود المحتمل، فإن الأزمة الصحية المستمرة التي عجلت العديد من تلك المشاكل قد اتخذت الآن المقعد الخلفي من الأزمات، رغم ارتفاع الحالات وتحديدا في أوروبا من جديد. ورغم أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قالت إن الوباء لم يترك المشهد تماما، إلا أنها أوضحت أن الأولويات الحالية للمسؤولين الاقتصاديين العالميين هي السيطرة على التضخم وتحسين السياسة المالية وإيجاد طرق لحماية البلدان النامية من الارتفاع العالمي في أسعار الفائدة. ويؤكد مسؤولو صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين أن العالم يشهد حاليا تباطؤا في النشاط الاقتصادي هو الأشد خلال 80 عاما، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم واشتداد انعدام الأمن الغذائي وزيادة أعباء الديون، هذا بالإضافة إلى استمرار التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا وتفاقم الفقر. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا عن أهم القضايا والأزمات التي يناقشها جدول الأعمال العام للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع. شكرا لكم على طيب المتابعة. تراجع الدولار مع عودة شهية المخاطر إلى أسواق الأسهم العالمية، وبدأ أن تركيز المستثمرين لم يعد منصبا على اعتبارات أسعار الفائدة الأمريكية، رغم بيانات التضخم المرتفعة التي ترجح المزيد من تشديد السياسة النقدية. وتراجع مؤشر الدولار حوالي 0.3% ليواصل الخسائر التي بدأها في الجلسة المسائية وبلغت 0.5%، إذ تجاهل المستثمرون على ما يبدو البيانات التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في شهر سبتمبر. لمس الين الياباني أدنى مستوى له في 32 عاما مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية أن الأسعار ارتفعت بشكل أسرع مما كان متوقعا في الولايات المتحدة الأمريكية، وانخفض الين إلى 147.66 مقابل الدولار الأمريكي. وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن الحكومة ستتخذ الإجراء المناسب ضد تقلبات العملة، وفي الشهر الماضي تدخلت اليابان في سوق العملات العالمية للمساعدة في دعم الين. انتعشت الأسهم اليابانية مدعومة بالأداء القوي لشركة فاست ريتلينج، في حين بدا أن المستثمرين تجاهلوا بيانات التضخم الأمريكية التي غذت الرهانات على رفع مجلس الاحتياطي الأمريكي لأسعار الفائدة الشهر القادم. وصعد المؤشر نيكاي الياباني 3.25%، وهو أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 17 من شهر مارس الماضي. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.35%.
ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 1668 دولارا و46 سنتا للأوقية، وانخفضت الأسعار بنسبة 1.6% حتى الآن خلال الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 1666 دولارا و80 سنتا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير صحيحة وغير مقبولة، مؤكدا أن روسيا تسعى دائما بإخلاص إلى تسوية أي صراع بما في ذلك في كارباخ. وأضاف خلال مشاركته في قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا أن روسيا سعت دائما بإخلاص إلى حل أي نزاعات بما في ذلك في كارباخ. كان ماكرون قد وجه اتهامات لروسيا بمحاولتها إشعال الصراع بين باكو ويريفران. عقد وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا اجتماعا في أستانا لبحث تهدئة التوترات بين باكو ويريفان. في اجتماع قال خلاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الاجتماع ناقش تنفيذ اتفاقات رؤساء الدول الثلاث لعامي 2020 و2021 المتعلقة بالسلام بين البلدين والمضي بها قدما. كما أكد وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان عزم بلديهما على التوصل إلى حل للنزاع الدائر وتفعيل معاهدة السلام. قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي، وفرضت سول أول عقوبات من جانب واحد على بيونغ يانغ منذ ما يقرب من 5 سنوات، حيث أدرجت في القائمة السوداء 15 فردا كوريا شماليا و16 مؤسسة تشارك في تطوير الصواريخ. تحتفل اليوم القوات الجوية بعيدها 90 على نشأتها، حيث أكد قائد القوات الجوية الفريق محمود فؤاد عبد الجواد أن القوات الجوية تمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار ووفقا لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر. في عرينهم يترقبون ولانطلاقهم متأهبون، هم عنوان الكبرياء، أسطورة حية لا تراهم إلا في السماء. إنهم القوات الجوية المصرية، نسور السماء. تحتفل القوات الجوية بعيدها 90 على نشأتها، حيث أكد الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية أن القوات الجوية تمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائماً على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر. وهنأ رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية، والذي يوافق ذكرى يوم 14 من أكتوبر لعام 1973، والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية. يشرفني أن ألتقي بكم في ذكرى أيام خالدة سطر فيها نسور قوات الجوية أمجاداً وبطولات نعتز ونفتخر بها،
حين خاضوا في يوم 14 أكتوبر 1973 أطول معركة جوية عرفها التاريخ العسكري الحديث، استمرت لأكثر من 53 دقيقة في سماء المنصورة، تحدوا فيها المستحيل متسلحين بإيمانهم، فتمكنوا من هزيمة العدو وإسقاط العديد من الطائرات وإجباره على الانسحاب، ليكون يوم 14 أكتوبر من كل عام عيداً للقوات الجوية. وأكد قائد القوات الجوية على الدعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير وتحديث إمكانات القوات الجوية بما يعزز قدرتها لتصون وتحمي مقدرات الوطن. وبرؤية ثاقبة وتقدير متوازن من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر التوجيهات بضرورة تطوير إمكانيات القوات المسلحة ومنها القوات الجوية، مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لتنويع مصادر السلاح. كما يسرني أن أتوجه بجزيل الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها الدائم والمستمر للقوات الجوية ورجالها. فشهدت القوات الجوية في السنوات الأخيرة تطويراً وتحديثاً هائلاً وغير مسبوق بالانضمام المستمر لطرازات جديدة ومتطورة من الطائرات والهليكوبتر والأنظمة والمعدات المختلفة، مما كان له بالغ الأثر في زيادة قدرات وإمكانيات القوات الجوية لتكون قادرة على أداء كافة المهام. مشيدا بما يبذله رجال القوات الجوية من بطولات وتضحيات لحماية سماء مصرنا الغالية على كافة حدودها الاستراتيجية. فأصبح بفضل الله لجيش مصر قوات جوية أبية تعمل على مدار الساعة وفي مختلف الظروف للوصول إلى أبعد مدى وفي أسرع وقت لتأمين المصالح المصرية في ظل كافة التحديات والتهديدات الراهنة، قادرة على ردع كل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها الدولة المصرية. ويشرفني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لرجال القوات الجوية على الأداء المتميز والمستوى الراقي في تنفيذ ما كلفوا به من مهام خلال الفترات السابقة وحتى الآن. وطالبهم بمواصلة العمل ليلا ونهارا لاستمرار تحقيق النجاحات التي يحققها نسور القوات الجوية بكل كفاءة واقتدار. إن رجال القوات الجوية الذين يعتزون بالإنجازات العظيمة التي تحققت في ماضيهم وحاضرهم هم دائما موضع فخر واعتزاز لشعبهم، يعاهدون الله أن يظلوا عند حسن الظن بهم وعلى أهبة الاستعداد دائما للزود عن سماء مصر وترابها المقدس، ملتزمين بقيم ومبادئ العسكرية المصرية الأصيلة، أوفياء ليمين الولاء لوطنهم يحمون سمائه ويصونون مقدراته وكرامته. والآن وقفة مع أخبار الرياضة. يواجه فريق نادي الزمالك ضيفه فلامبو بطل بوروندي اليوم في إياب دور 32 لدوري أبطال أفريقيا، بينما يختتم فريق النادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش تحضيرا لمباراته أمام الاتحاد المنستيري التونسي المحدد لها يوم السبت بنفس البطولة. يخوض قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك مهمة سهلة نسبيا لحسم التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ويلتقي الزمالك مع ضيفه فلامبو بطل بوروندي في إياب دور 32 بعد فوز الفريق الأبيض بهدف نظيف على مضيفه في استاد برج العرب بالإسكندرية والذي سيستضيف مباراة العودة أيضا. وحرص مدرب الفريق البرتغالي جيزوالدو فيريرا على منح عمر جابر الظهير الأيمن تعليمات فنية خاصة على هامش تدريب الليلة الماضية. وخاض لاعب الزمالك حصة تدريبية قوية، وبات المدافع الدولي محمود حمدي الونش قريبا من المشاركة في المباراة بعد نهاية برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له في الأيام الماضية لتعرضه لإصابة. يأتي هذا بينما يستضيف الأهلي البطل التاريخي بعشرة ألقاب الاتحاد المنستيري التونسي في مباراة الإياب بعد فوزه خارج أرضه 1-0 الأسبوع الماضي في تونس. وقال الأهلي إن مدرب الفريق السويسري مارسيل كولر طالب اللاعبين بفوز كبير في مباراة العودة لتأكيد أحقية الفريق بالتأهل لدور المجموعات. وختاما إليكم تذكيرا بأهم العناوين.
زيلينسكي يدعو الغرب لتقديم مزيد من الدفاعات الجوية لبلاده، والجيش الأوكراني يعلن تحرير 600 منطقة. موسكو تتهم واشنطن بتجاهل المخاوف الأمنية لروسيا وأنها تسعى لتفوق عسكري استراتيجي. بيونغ يانغ تطلق صاروخا باليستيا جديدا نحو البحر الشرقي، وسول تفرض عقوبات على جارتها الشمالية. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.